الو هلا، من انت؟ ناتي الان اعزائي المستمعين الى نهايه الحلقه. نشكركم جدا على هذا التواصل الرائع، على المقترحات الرائعه اللي قدمتوها لنا واللي تثري البرنامج. ذكري الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين. بس اصبر جاب ولا كلمه، ما جيتش على حمود ولد عمك الخميس الجاي، تفضلي فرجي. الواحد يبكي على شيء وبداخله يبكي على شيء ثاني. لا تعور قلبي يا يمو. خطبت. أنا أبي أشغل عن أمه، ما ودي التلقف وثريا وباكر تخرب علي. يمي لازم أسافر ونأجل كل شيء لما أرجع. يعني ما راح تروح هناك وتنساني. ثريا اللي خلتكم تحجون كويتي أكثر من الكويتيين وتحبون هالأرض مثل ما هي تحبها. اي اخوي محمد امس دق علي ويبيني ارجع. انا ما بروح مصر، انا بروح. انتي اختي صدقيني، انا نسيت حتى ملامحك من كثر ما حرمونا من البحر. امي قالت لي وانا صاف وياها بكل كلمه تقولها. وهي طيبه وسمحه. لا هذه تستاهل اصبر عليها ولا الثانيه تستاهل اصبر عليها. علي 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 انسان مريض ما يتعاشر، ما تقدر تعيش معايا الا لعبه. مساء الخير. ما يخليش ابي اكلمها. أحلى شيء في الدنيا إن الواحد يتعب ويربي وبالآخر يلقى النتيجة ناس حلوين مثلك أنت وإخوانك. لو كلني غلط ونسامحة والرجلة مرة ثانية كان ما حد تصنع بهالدنيا. والناس اللي عايشة عندهم هذيل مربينها مو أهلها. قعدت عدل قاعد أقول لك أنت إيش فيك؟ تفضلي. أنا قاعد أسوي كل هذا علشان أرضي رب العالمين وأرضي أمي بعد. أنت عينك بالقاع وأنا عيني عليهم، قاعد أراقبهم وأشوف شو يقولون شو يسوون. يما أنت طول عمرك صريحة معانا وما تخشين عنها شيء. وأقعد بالسيارة حطرت بالقاعي وقروضاتي وأنطرت، الشوفير ربعي تردين لي. ما تتصورون. يما لأن الله كاتبه لك أنت مو كاتبه لغيرك. طيب بس لما أشوف هذا الكلام اللي أنا ما أحبه لا يكون أسمع منك الكلمة. ضرار ولد ثريا؟ من قال ولد ثريا؟ ولا هو ولد ثريا ولا شيء، ضرار ولدي أنا، أنا اللي ربيته أنا وسلوى ولدنا إحنا. تريد أنا مرة سمعت؟ حد إيه؟ روح يا ما صدقنا الحين الناس تنسى سواتك. حرام عليك يا أبو.